وفي الشأن المناخي معنا دكتور عبد الله خطبة مدير مركز فضاء الناصرة. اهلا وسهلا بك معنا عبد الله. دكتور عبد الله اهلا وسهلا، كيف مساء الخير لك ولجميع المستمعين. طب بداية دكتور عبد الله، تحويل اموال الدعم المالي للسلطات المحلية لزيادة الظل في الحيز العام، لماذا وما أهمية زيادة الظل في الحيز العام؟ يعني من الواضح، يعني أولا هي خطوة بسيطة جدا وقليلة جدا، خطوة جيدة ومباركة جدا، لكن هي خطوة بسيطة جدا أمام ما يحدث سواء محليا أو عالميا. يعني درجة حرارة البلاد يعني مع الاحترار الذي نشهده في كل الكوكب هي من الأعلى في كل العالم، يعني هذا أمر مقلق جدا. والتضليل وحماية أو التخطيط أو جعل تجهيز مناطق مضللة، هذا سيؤدي بضرورة، يعني هو يعني خطوة بسيطة من أجل حماية الأنفس وحماية أو التقليل من الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة في السنوات القادمة. ولكن أعود وأكرر، هي مع كل الاحترام لهذه الخطوة، ولكن الوضع أصبح أكثر بكثير أو أكثر مقلقا بكثير من هكذا، يعني خطوات متواضعة أمام المخاطر التي يتسببها تغيير المناخ. نعم، إذا ما كنا سنتحدث عن المخاطر العالمية التي بانتظارنا بالنسبة بكل ما يتعلق من تغير المناخ، يعني انظري إلى العواصف في الولايات المتحدة الأمريكية، انظري إلى يعني نحن في بداية الشتاء، وانظري إلى ما يحدث في الولايات في كاليفورنيا الآن، ما حدث في نيويورك في الأسبوع السابق، ما قد يحدث في يعني هنا أيضا في البلاد. ننظر يعني إذا نظرنا إلى البلاد، نحن في فصل الشتاء وهناك انحباس نوعا ما، هناك درجة حرارة نوعا ما ليست منخفضة، هنالك انتقال حاد ما بين الخريف والشتاء، لم يعني الصيف والشتاء لم يعد هنالك أي تدرج في الفصول. أنت تلاحظين هذا حتى لو إذا ما راقبنا النباتات، سنرى أن النباتات أيضا بدأت تعاني من عدم فهمها للفصول. على المستوى الأمن الغذائي هنالك خطر كبير جدا، على مستوى تغير حالات الطقس، ويعني الأمطار يعني كم يعني حتى حين تأتي أمطار تأتي بشكل قوي جدا ولمدة وبمدة سريعة جدا، وهذا يحدث أضرار، الأضرار لا تعد ولا تحصى. يعني الوضع الذي نشهده سواء محليا أو عالميا آخذ فقط في يعني التراجع. صحيح. وأيضا يعني حين نتحدث عن بضعة ملايين تضخ للبلدات، يعني هذا جيد لتجهيز خطط وما إلى ذلك، ولكن المشكلة الكبيرة هي تكمن في الصناعات. هل الدولة فعلا ستستثمر في الصناعات من أجل البحث العلمي في تقليل الانبعاثات أو لا؟ وإسرائيل هي دولة صغيرة، يعني إذا صحيح. ما تحدثنا هنالك كارثة في أوروبا الآن، هنالك حرب أخذت المليارات التي كانت يجب أن تكون معدة لمعالجة التدهور المناخي صحيح. والاحتباس الحراري، أخذته إلى ما يزيد من الاحتباس الحراري. ما يعني انظري إلى بلد زي كألمانيا، ألمانيا كانت ترفع شعار الأخضر، الآن هي تستعمل عادة إلى الفحم الحجري. الولايات المتحدة نفس الشيء، يعني هذا ما يقلق حقا. صحيح. دكتور عبد الله خطبة مدير مركز فضاء الناصرة، اسمح لي أن أشكرك جزيل الشكر، شكرا لك.